السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة تقويم ودعم الوحدة الأولى مجال العائلة. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الخامس من هذه الوحدة. المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. إذا السؤال الأول، أرتب المقاطع لأحصل على كلمات ثم أقرأها. لي ودن، إذا والد، مار، مض، إذا مضمار، فيت، ناظ، نافذة، رن، صنبو، صنبور، إذا والد، مضمار، نافذة، صنبور. أضيف مقطعا لأحصل على كلمة جديدة. إذا ماء، إذا ضفنا حرف السين ستصبح سماء. عيد، إذا أضفنا حرف السين أيضا ستصبح سعيد. باب، جل، جلباب، كوب، كوكب. إذا سماء، سعيد، جلباب، كوكب. أصل الكلمة بمعناها فطائر، هل هي معناها مخبوزات أو فواكه؟ الفطائر هي المخبوزات. نلتف، نجتمع أو ندور. نلتف حول المائدة أو ندور حول المائدة. السؤال الرابع، أتمم شبكة المفردات، مفردات كلمات العائلة. العائلة، الأب، الأم، الجد، الجدة، ويمكن إضافة الابن، الابنة، العم، لأن هذه شبكة مفردات العائلة. أحيط الكلمة الدخيلة، مولود، والدة، تداول، توالد. إذا الكلمة الدخيلة هي تداول. قريب، قرابة، أقارب، رقابة. الكلمة الدخيلة هي رقابة. لاحظوا معي ترتيب الحروف، ق ر ب، وهنا ر ابتدأت بالراء. إذا أشطب مقاطع كلمات ذات معنى أفقيا وأرتب الحروف المتبقية لأحصل على كلمة. إذا أفقيا هكذا، مأدبة، صراخ، ضيوف، إياد. إذا الكلمة المتبقية الجيم، الحروف المتبقية الجيم، الدال مع شدة، والتاء المربوطة. إذا الكلمة المفقودة هي جدة. المأدبة، صراخ، ضيوف، إياد، والحروف المتبقية جدة، جدة. أكتب حسب النموذج. إذا حرف الدال، حرف الذال، حرف السين، حرف الشين، حرف الصاد، حرف الضاد في وسط الكلمة. لدي لعب عديدة، سيارة ومضرب وشبل من ريش. إذن سأكتب وفق النموذج، لدي لعب عديدة، نقطتان تفسيريتين، سيارة ومضرب وشبل
من ريش. أملأ الفراغ بأحد الحروف الدال، الذال، سين، شين، صاد، ضاد، راع. إذا نقول ذراع، ذراع، رسن، درس، درس، عصير، عصير، مدرس، مدرس، بص، مات، شراب. إذا ذراع، درس، عصير، مدرس، بصمة، شراب. أكتب الكلمة المناسبة تحت الصورة. إذا الصورة الأولى صنبور، صنبور. الصورة الثانية سرير، سرير. الصورة الثالثة صندوق، صندوق. الصورة الرابعة ذرة. إذن صنبور، سرير، صندوق، ذرة. التعبير الكتابي أختار فردا من أفراد عائلتي وأصف. إذن أنا سأختار أمي، أمي. أمي هي ربة البيت، ربة البيت. تعمل بجد دون كلل أو ملل لتحضير طعامنا وترتيب البيت وتراجع معنا دروسنا مساء. إذن أمي، أمي، أمي هي ربة البيت. تعمل بجد دون كلل أو ملل لتحضير طعامنا وترتيب البيت وتراجع معنا دروسنا مساء. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.